رمضان كريم. سنة بعد سنة عم بتزيد الأعمال الإنسانية الخيرية وعم تكون دائماً متواجدة على الأرض، ولأنه بشهر الخير بيزيد الخير وبتزيد العلاقات الإنسانية، وخاصة ضمن الظروف يلي عم بنعيشها. عم نشوف كثير من الفرق التطوعية الخيرية موجودة طيلة أيام الشهر المبارك. نحن هلأ متواجدين ضمن حديقة السبكي لنكون نحن وأنتم ضمن فعالية أهل الخير يلي أقامتها مؤسسة جيلنا. نحن يوميا بمطبخ طوال شهر رمضان المبارك، عم نكون هون نحن بحديقة السبكي، عم مثل ما بتشوفي عم نحضر وجبات الفطور. العمل عم بيكون ما بين الساعة 11 للساعة 6 6 ونص مساء. طبعا نحن عم نستهدف 400 أسرة يوميا، واليوم زاد عنا نحن 50 أسرة، يعني نحن بين 400 ل 450 أسرة بشكل يومي نحن عم نستهدفهم. اليوم نحن بنوصل لرقم 650 وجبة مع اليوم. المناطق اللي عم نغطيها بدمشق وريف دمشق، طبعا في كثير من المتطوعين مشكورين، نحن سميناها اهل الخير. كلياتنا عم نتعاون ضمن المطبخ ضمن حديقه السبكي، بحيث نحن نطبخ عدد الوجبات اللي يوميا عم تتخرج من عنا لنوصل الفئه المستهدفه. والشيء الحلو اللي نحن ركز عليه بالمؤسسه هاي السنه انه نحن ما نكون ببناء، نكون على الشارع نحكي للعالم، العالم كله عم تطلع علينا. في اليوم كثير اشخاص بتجي لعندي بتقلي انا بقدر ساعدكم اني انا اجي اطبخ معكم، فنحن بابنا عم يكون مفتوح للكل، في فرق تطوعيه، في شباب، في مبادرات ومن جمعيات ما عم ينضموا لنا لنقدر نحن نكون هي ما بس انه اليوم هذا المطبخ هو بس عم يعمل وجبات وعم ينقلها للعالم، وانما هو مساحه عم يخلق هي المساحه التشاركيه لكلياتنا نتعاون مع بعض. مبادره اهل الخير، وكثير بنكون مبسوطين نحن لما عيله بتاكل بيوصلها أو عم نغطي هاي الأسر المحتاجة يعني أو شيء، فكتير شعور حلو إنك أنتي تشتغلي بشيء عمل خيري أو إنه هيك تساهمي بشيء حلو. كأطبال أنا عم نحاول نأمن يعني كل شيء شو موجود بالسوق، نحن بوضع شوي اقتصادي صعب يعني كوضع البلد، فنحن شوفي عنا أشياء قادر نحن نتأمن عنا ونشتغل فيها، فهذا الشيء اللي عم نشتغل فيه، عم نحاول نوصل لأكبر شريحة ممكنة، لأكبر عدد من الأشخاص نساعدهم. وكجهد هو والله جهد كبير، يعني جهد كبير وفي ضغط دائما وفي تعب يعني بين المتطوعين، والتعاون الحمد لله موجود بين كل المتطوعين، كل الفرق اللي عم تيجي، كل المؤسسات او خلينا نقول الفرق الشبابيه اللي عم تكون مشكله عم تيجي تساعد، عم بكون عندها مبادره حلوه. حاليا عم نستقطب اكبر عدد ممكن من العائلات المحتاجه بسبب الوضع المعيشي هذا اللي احنا هلا حاليا عم نعيشه. تقريبا عم نوصل باليوم ما بين 800 ل 1000 وجبه، وعم نحاول قدر الامكان يكون الوجبات عنا متنوعه، بتعرفي بسبب الغلاء حاليا عم نعيشه يعني، والحمد لله يعني نحن عم نطمح انه نقدر نوصل لرقم اكثر من هيك. كثير حلوه، تحسي بالفرح، تحسي انه انت عامله شيء ملك الدنيا فيه، لما تطعمي طفل محتاج، لما تطعمي عيله فقيره ومسكينه، يعني فقراء ومحتاجين، يعني اديتها شعور يعني ما بنوصف، يعني تحسي حالك انه عامله فعلا ملك الكون كله. نحن يوميا عم ننزل صور الاعمال المتطوعين يلي عم تصير، من طبخ لتحضيرات اوليه ل تجهيزات التوزيع. نحن عم ننزل هدول الصور بهدف انه العالم يلي ما بتعرف شيء عن حملات الافطار، عن الحملات التطوعيه، يكون عندها بس فكره عن هذا الشيء. شغله حلوه، بتحسي حالك انه انجزتي شيء، عملتي شيء بحياتك، يعني ساعدتي حدا او هيك، انه ايه حلو ليش لا، يعني انه في وقت وفي امكانيه ليه لا. يعني بنبلش كل يوم بكير، بنغسل الخضره وبنبلش تقطيعها، بنبلش تجهيز حتى يطلع الطبق بابهى صوره يتقبلها المواطن. يمكن احلى لحظه وقت اللي بتبلشوا سكبه، صح؟ قد ايه هذا الشعور حلو انه تبريد الاكل، وقت بيتم تبريد الاكل وتعبايته ويتقدم للشخص وتشوفي ابتسامته.